بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في هذه المدن الاسمنتيه التي نعيش فيها وقد حولنا الغابات الخضراء الى مناطق باطونيه وحولنا الاشجار الجميله الى مبان سكنيه والانهار الى طرقات تعجب السيارات واستبدلنا هدوء الطبيعه وجمالها ورونقها بضوضاء المدينه وضجيجها والتلوث السمعي والبصري وتركنا الزراعة والفلاحة وباتت أرضنا بأغلبها بورة لا ينتفع بها مع أن في ثقافتنا الإسلامية ما يدل على عكس ذلك ها هو القرآن الكريم في إشاراته اللطيفة وروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأن من أهل البيت عليه السلام كلها تحث الإنسان على الاعتناء بالأرض والزراعة والفلاحة وما يزيد المسألة غرابة أن الدول الغربية وهي دول صناعية بامتياز تولي الزراعه والفلاحه اهميه كبيره تفوق الدول الاسلاميه. هذا كله حثنا اليوم للذهاب الى قريه جدا جميله، تكلمنا مع اهلها المزارعين، تكلمنا معهم عن علاقه الانسان بالارض، عن اهميه الارض، عن الاعتناء بالارض وعن انتاج الارض وتلوث البيئي، ونبدا الان بالسؤال الاول، ماذا تعني لكم زراعه الارض؟ وهل تقومون بذلك؟ شو بتعني لك زراعة الارض وفلاحتها؟ هي الحياة والله هي رح تصير شغلة رح ننشقلا كثير بس تقول ارض وفلاحة يعني بتتذكر الضيعة والحنين واجدادنا واهلنا كيف عاشوا طب انت ليه ما بتنزل كمان بتشمل عن سنودك وبتنزل بتفلح الارض؟ يعني إذا بترجع لورا 50 60 سنة وبتجي هلا الحياة صارت صعبة الأرض ما عادش طعمها هالايام خبز لحالها أول شيء الأرض كأرض هي أرض أم ام تحضن الكل اعطيها شوي بتعطيك كثير كل ما كنت صديق مع الارض كل ما كان الله مغفر عليك اكثر زراعه الارض روح الحياه واللي ما بيهتم بارضه مثل كانه ما بيهتم بعرضه بتحب اولادك يشتغلوا بالزراعه هي مناية بس هالتكنولوجيا غيرت كثير ما يعني ما عم يفكروا كثير ولكن هي ثروه ثروه الهيه هي بتخلي الانسان يستمر كثير برتاح بترتاح نفسيتي برتاح انا يعني انا هلا هون بحس حالي مزروبه بس ما بروح على الضيعه بحس حالي كثير مرتاحه. آه، الارض هي كل شيء بهالحياه حلو الارض حلو الطبيعه حلو الضيعه كل شيء حلو فيها. حضرتك بتحب تزرعي؟ ايه اكيد بتزرعي شيء؟ آه، بزرع عندي ورد كثير قدام البيت وعندي بزرع نعنعه وبزرع بقدونس بزرع يعني شو في بالارض هونك بزرعها؟ السلام عليكم اهلا وعليكم السلام حسنا كيفك؟ اهلا كيفك؟ الله بخير كيف؟ الحمد لله كيف الله يعطيك العافيه الله يعافيك والله الله يزيدك همه خليلنا لنا ويطول بعمرك كلك زو ان شاء الله الصحه منيحه الحمد لله كيف الارض؟ بنشكر الله الحمد لله عم تستجيب معك ولا لا؟ يا سيدنا نعم الحمد لله اللي عم اللي علينا عم نعمله والباقي نعم. على واحد احد هو لا اله الا الله عندي سؤال دغري مباشره قبل اسالك بعض الاسئله نعم. بيقولوا انه في علاقه بين الفلاح وبين الارض طبعا قال في علاقه قال شو بسمع انا هي بسمع انه الارض بتعرف الفلاح وبتعرف نيته يا الفلاح الاجباري الارض كيف شو بتعطيها بتعطيك ما بتعطيها ما بتعطيك هاي اول واحد اه. وثاني الارض بالنسبه للي للشخص اللي هو بده يعيش منها يعني نحن ايه. عايشين منها جدودنا وبيتنا ونحن و... اولادنا وهي الارض الارض غاليه كثير اها ايه ما في اغلى من الارض شيء بالكون ابدا ابدا الا العرض <applause> لا 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 ابدا, <applause> أبداً. طيب هي آه، شو مفلوحه الارض هلا؟ مزروعه قمح وشعير هيدي وامتين بلشوا يطلعوا؟ امتين بلشوا هلا بين في منه مبين طالع اللي جاي مطر وبارض البحصه أه. طالع حلو ايه شب. هلا تجي هنا بينبت كله اها طيب حجر كريم حضرتك اخذ هيدي المصلحه الفلاحه والزراعه ويوافي اكيد طبعا ما في شك طيب ما كان عندك خيار ثاني؟ لا عندي خيار كان قدمنا على الدولة وعلى الجيش ايه؟ ومرفوض صحيا قالوا لي بالاخر مرفوض ليه؟ <applause> يعني صحتي منيحة ما عجبتهم <applause> بالعكس منيحة العسكري يكون <applause> ما عجبهم هيك بدهم مصاري بدهم مصاري <applause> حسن كريم هذا موضوع تنظيمي نعم. موضوع الدولة بدي لهم. اسألك بس عن موضوع الأرض نعم. يعني بيقولوا انه خيارات الأرض خفت كان انتاج الأرض أكثر صحيح من زمان ولا لا؟ كانت الناس على البركة كانت الناس تفلع على الفدان أه كانت تشتغل بالارض هلا الجيل هذا اللي على إيه. على هلا صار أه. على المطيرات وشغلات هذه أه. ما تعطي مثل الاول بالضبط يعني طب ليه ما بتعطي اكثر هي لا لا هذا المطير والاليات هاي أه. مملحه على الارض يعني صدق معلومه جديده كفلاحه وكذا وشغلات ليه لا مملحه ليه مش كانت مش مليح. بالاول تعطي الارض وكانت الناس كلها يعني عايشه بالتي احلى يعني كانت أه. يقيموا الامحات والشعيرات يطعموا دوابهم يبيعوا نتفة كان المصروف اخف في هلا السكان كانوا اقل كمان ايه. عم بيتا وعم بين بس هول بس هول قلت لهم سلبيه على الارض ايه طبعا شو, شو سلبيته مثلا هذا على هذا بيدعسها بيهرسها للارض اه بيهرسها للارض خاصة إذا رطبة شوي يعني ايه وبيمشي فيها الموتير بيدعسها بيعملها مثل الطريق اه بس تمشي الدابة ايه أو بي ايه بيمشي بيناتها ايه, ايه, ايه الأرض ما بس تندعس ما بتعطي خيرات الله يعني حتى التطور يعني أزيها شوية للأرض ما عطيها إيجابية إيه طبعا هلا إلى الأرض إلى يد بيقولوا لها إلى يد يعني للفلاحة إيه؟ بتكون ناشفة تكون بتفلحها على التراكتور إيه؟ بس إذا رطبة حرام تنفلح على التراكتور بتندعس ما بتعطي غير شو ما نزرعتها ما بتعطي شو ما نزرعت انا الصراحه اللي عم بسالك اسئله لانه في كثير ناس خاصه كباب العمر هيك زي نعم. اخضر عمر خوف بالحياه بيقولوا انه الارض حزينه الارض بطلت مثل اول المناخ تغير الشتاء قل كله خف والانسان غض بصره عنا الانسان اهملها لما على المدينه هذا حكي طبعًا له اساس هلا هذا الجيل ايه طبعا هلا هذا الجيل بيونين هاي الارض تبقى هاي اسمه ما تلاقي ما تلاقي دع يعني تحط اجرك بالارض البور ما في كلها مزروعه احنا مش 20 سنه من ولا اكثر؟ من 20 سنه 25 سنه، اه. هاي الدهور كلها تنزرع كانت كلها كلها بدك اجلك الله ترب الدبه برا على الظهر ما, ما فيه. الله هلا ما بقى في هلا بيجوا عندي 10 دولار بجيب المطير بعمل لهم ور وبيع وخلص ليه؟ من وين يعطوني يعني؟ بينما طريق... كانت آه. الناس بالاول كانت آه. تشتغل احلى افضل آه. يعني آه. كانت تفلع الفدان كانت تعير وترجع تربي وتزرع آه. حجنا هلا نفترض نفترض اجاك خيار انك تبيع الارض حاطتك معلق بالارض قلت لي معلق بالارض كثير والارض اهم من العوض عشوائي صح ايه طيب نفترض اجاك خيار انك تبيع الارض بتتخلى عنها؟ لا كمان لا ولا ببيع ليه؟ ما ببيع انا من انا مني انا ما ببيع هلا هاي الارض خبرنا ش... ليه ليه؟ انه بتخاف تبيعها بتحس انه هي جزء من أس... من حال كيف؟ لا اللي ببيع ارض بيكون إيه؟ ما عنده ما عنده مبدا بالحياه ما عنده الارض إيه؟ ما بتبيع من الواضح ان تعلق هذا الفلاح الطيب بالارض هو تعلق شديد، هو ذكر لنا ان منذ عشرين سنه كانت الارض باغلبها مزروعه، اما الان كما شاهدنا سويا اصبحت بوره، بغض النظر عن الاسباب الاقتصاديه او السياسيه، لكن لا شك ان لدينا مشكله في ثقافتنا الاسلاميه، نحن لا نعم ان الزراعه والفلاحه مطلوبه بنفسها شرعا، هي الايه الكريمه تقول هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها، اي الله تعالى استعمرنا فيها، ومعنى الاستعمار هنا في الايه اي طلب العماره، عماره الارض، الاعتناء بالارض، فهل ترك الارض لتصبح بوره تكون من عماره الارض؟ ابدا، لذلك علينا ان نعلم يقينا ان الزراعه والفلاحه مطلوبه شرعا. السلام عليكم. عليكم السلام الله يعطيك العافية أهلا وسهلا بقتحم عليك الحقل أهلا وسهلا بأسهل شيء كيفك حبيبي؟ كيف, صحتك؟ الحمد لله إن شاء الله خير صحتك. خ... شو هولي؟ بيتنجين حلو بس بعضهم صغار يا حاج بس سقعوا إيه شو سقعوا؟ اليوم إجت ملح سقعة الصبح ايه. راح لا حول ولا, ولا قوة إلا بالله خلاص؟ أبدا نقطفهم ياخذوا نحن بأسهل يلا بنقطف يلا يلا أهلا وسهلا يا هلا حجنا الكريم عندنا بس كم سؤال بعد إذنك تفضل نحن جايين من من المدينة عندك مال عندنا كم سؤال أهلا وسهلا عن الأرض وعن حق الارض على الانسان الحمد. السؤال الاول هي تجاره يعني تجاره ولا البيت بس هي تجاره في المدينة. تقريبا ايه بنعملها بنستعملها تجاره قبل اكثر من انه للبيت ها للمبيت. طيب وعم تعطي يعني ايام هيك ايام هيك تنصحنا نجي نفتح نفتح مشروع زراعي ولا لا ما بعتقد ما بتنصحنا ليه يا خي ما بقى تقدر اليوم توفي معك ما عم توفي معك مثل ما بدك الارض ما عم تعطيك مثل ما بدك يعني صارت الكلفه عاليه حجر كريم، no. هون الحكي انه حضرتك عم تقول انه صارت مكلفة، طب ما ليه؟ ما نحن بنعرف انه الأرض انه بتعطيها بتعطيك، بتعتني فيها بتعتني فيك مثل ما بيقولوا يعني، طيب شو اللي خلى الأرض بدها كلفة زيادة لهالدرجة؟ إذا كنت بدك تزرع للتجارة وتكثر إيه سمعان لتنتج وتبيع على السوق وتعطي وتوضي اليوم صار في كلفة على من ناحية الأسمدة، من ناحية المحروقات، من ناحية اليد العاملة وإذا بدك تزرع بيتك بس يعني إنك تزرع تاكل ما بتكفي لأنه حضرتك ذكرت ثلاث أشياء نعم. أسمدة محروقات ويد اليد العاملة طب طبعا الأسمدة خلينا بالأسمدة طب الأسمدة ليه؟ لأن الواحد عادة بيستعمل أسمدة مش كمان يضخم الحبة أو لا هو الأسمدة البوية هالأيام فقر الأرض من السماد ما بقى يوفي السماد العضوي معها لتنتج أنت تنتج إذا بدك تنتج تجاريا ما بتوفي بدك تحط أسمدة كيميائية ف... للأرض فقيرة الفقيرة من نتيجة أمطار ما عم يجي في جفاف له 20 سنة في جفاف اه في مشكلة بيئية ايه يعني. طبعا في جفاف ايه من الجفاف ما عاد إجى المطر بيعمل أزوت بالأرض ايه والفلاحة بيعمل أزوت. وال... ايه طبعا بيعطي إيه إيه؟ أزوت للأرض ما عاد إجى المطر خفيف إيه؟ والثلج ما عاد إجى ما عاد موت الحشرات اه يعني كله بتتك... طبعا كله بيركب بعضه كله بتط... اليوم بنرش أسمدة أدوية نحن لا لفي... ايه. في فراشة بتضرب البندورة برا ما عم تنجح معنا ام. بالخيم عم تزبط لأنها محمية طب ال... الأسمدة الكيميائية في منها خطيرة صراحة ما هيك؟ أكيد ايه في بعض العالم بيستعملوا أنا هيك عم بسمع في بعض العالم بيستعملوها في في بعض العالم بتستعمل أسمدة في هرمونات وشغلات هيك ليش لل... وشو بيعملوا يعني؟ بت... بتنتج. بتنفخ أكثر بتعطي حبة أكبر بتعطي لون أحلى بتعطي أنت شو بتستعملها؟ انا <applause> يعني ما استعملتها الصراحه ليه؟ ما عم بالغ بس ما انا ما استعملتها ليه حرام. حرام حرام, ليه طبعا حرام بتضر عم الانسان ايه طبعا في 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 كمان من ناحيه رب العالمين فيها اسم كمان يعني, يعني انت ضميريا ما عم تستعملها ايه طبعا ضميريا ما لانه بتاذي الانسان اللي بده ياكلها ايه طبعا ولو قادر اني اني يعني انت اخذ نتيجه من السماد العضوي اللي هو سماد الحيوانات ما بحط سماد كمان كيميائي ايه طبيعي بس انت مضطر تستعمل مطلع شيء ايه كيميائي ايه طبعا طبعا بس ما للخطيره ايه طبعا لحتى بدي ايه. سكر هلا سؤال فلاح في استعمل هذا اسم الخطيرة بدون رقيب في رقيب عليه ولا في استعمل لا لا ما في حدا برقيب في استعمال من وين ما بدك ابدا ابدا وفي عالم عم تستعمله ايه وفي عالم بتبيعه ونحن عم نمضاه من بعض الخضار اكيد طبعا انت بتستعمله بس مشان الضمير ايه والله صدق ما بستعمله شو بتحس حالك بتحس حالك يعني مذنب اخطات مع حرام بعتبر حالي انا بدي اكل منه واولادي بدهم ياكلوا منه وابني والعالم كلها بدها حرام في حرمه اها إيه طب حجنا حضرتك اخذت هيدي المصلحه هالزراعة الزراعه عن الوالد عن الوالد, عن الوالد، الوالد كان مزارع وانا طب, طب وضليت فيها؟ بهالمجال هذا طبعا ضليت فيه مضطر؟ ولا بتحب الأرض؟ طبعاً, <applause> طبعا أنا.. أنا أه... بتحب الأرض ايه طبعا بحبها وهي بتحبني وبنشتغل مع بعضنا يعني بننسق أنا وياها بتحب الأرض؟ ايه في علاقة <applause> في دردشة في علاقة طبعا في علاقة هلا أنت بتحبها فهمنا بس شو عارفة هي <applause> بتحبك في علاقة بيني وبينها بتعطيني لما بعطيها أنا بكل إخلاص وبكل اه محبة وصادق معها لازم تعطيني سادق معها؟ ايه طبعا شو أعطيني كيف سادق معها يعني؟ يعني ما بخليها ما بنظفها بحرسها ببصقيها سمعان كيف؟ حاسه صدق م ايه طبعا طبعا نحن <تصفح> عندنا مثل بيقول هون ايه. اذا ما بتزرعها ما بتشبعها اه. يعني بمعنى حل. شامل طيب بدك تزرع اه. البطاطا وتزرع البندوره وتزرع الفاصوليا وتزرع الحمص وتزرع العدس لتشبعه حتى تكون شبعان اذا جيت تشتري كله من برا مشترى ما بتشبع وعليك اه. السلام ورحمه الله ما حتشبع حلو طيب حاجنا كريم آه، انت هلا قلت لي عندك بيت نايلون نعم ما هيك؟ هلا البيت النايلون هو كبديل عن انه شيء انه بديل عن الفسحه هيك ايه ايه بيت نايلون بياخذ بي بي مساحه الو... ارض خف... آه صغيره وبينتج قد ثلاث اضعاف من ارض برا مكشوفه توفر طيب. بتوفر مي بس آه عفوا في مجال نحكيهم بيت النايلون؟ ايه شو آه؟ عارب شو عارب بعد عارب. اذنك؟ تفضل بعد اذنك بس حوار جميل وشيق ده بيننا وبين هذا الفلاح الطيب وقد ذكر نقاط عده ولكن النقطة الابرز التي ذكرها هي مسألة الاسمدة الكيماوية بأن بعض الناس يقومون برش المزروعات بالاسمدة الكيماوية المضرة للإنسان وللأرض والمزروعات لكي يجني مالا لكسب المال للتجارة أي هو هذا الفلاح بعض الفلاحين طبعا يرش سما على المزروعات لكسب المال عجيب هذا التفكير وهذه الخلفية في التعامل مع الأرض هذه اللامبالاة هذه الجريمة أليس, أليس هذا حرام؟ رسول الله صلى الله عليه وآله كان في أوج المعارك كان يجمع الجيش ويقول لهم ويحذرهم من أن يتعرضوا للطبيعة يتعرضوا للأشجار للأنهار للشيوخ للنساء كان يمنعهم ويحرم عليهم أن يسمون الأنهار وبعض المسلمين منا يرشون السم على المزروعات لكسب المال، هذا الفرق بين رسول الله الذي يحب الارض وبين البعض منا الذي يحب المال. حسن كريم، نحن هلا ببيت النيلون. نعم. صحيح؟ طيب بس قلنا انه هذا ليه؟ يعني ليش بيحطوا بيت النيلون؟ ليش بيعملوا هذا على هذا بنستعمله بالشتويه وبالربيع. بايام السقعه والبرد ليه؟ بيحمي المزروعات اللي بتكون فيه بيحميها من شو؟ من السقع من السقعه من الطقس البارد ايه بس انا شو بحس؟ بحس انه هذا خلاف الطبيعه، يعني انت هلا انا عم تفوتني على محل يعني في شوي شو في شوي شوب عبأ شو إيه عبق شوي نحن بنعمله لنكسب موسم مو بوقته عرفت كيف؟ ايه يعني لننتج خضره يعني مثلا هي شو مو هلا؟ مشان ناخذ فيه سعر بقدونس بقدونس مم. هاي البقدونس برا هلا ما بتعيش ليه لانه صار في ساعة وبرد ايه بدها دفا هي ايه, ايه بدها دفا، بيت النايلو بيحميها بيعطيها حراره زياده بتضل تنتج، بتضل تنتج معك فتره لقدام اكثر اه كانه صيفيه ايه تقريبا بضل عم لها جو دافي شوي سبحان الله طيب ايه انا معك هلا بس هذا مش شيء خلف الطبيعه يعني هي تطلع طبيعيه؟ يعني طبعا لانه بدون نحن هون ما بنستعمل كثير الاسمده بقلب الخيام لا قصدي انا بغض النظر عن اسمه، هلا حكي عنه مو كثير طبيعية يعني شوي مخالفة القوانين الطبيعة <تصفيق> <تصفيق> ايه يعني صراحة شوي مو كثير يعني مش قصدي الطبيعي اللي برا من الشمس والهواء وبيتعرض، هذا عم تعطيه دفى مو مو لازم ياخذه آه. مو بوقته يعني انت آه آه. يعني يعني عم تساعده. آه. عم تساعده عم تعطيه أكثر هلا اختراع مش قديم هو ايه تقريبا 50 اختراع جديد 50 سنة 60 سنة وانت انت مع الاختراع حلو ايه أكيد يعني مع 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 طبعا مع مع تحديث الزراعة طيب شو بفيدك طيب شو بيفيد غير انه بيحميها من السقعة شو بيفيد غيره بينتج احلى بينتج اكثر اسرع ليه من الحرارة نتيجة الحرارة اللي عم يعطيها تعطيها الخيمة اها حلو حلو طيب هو شو هو هو خيطان كنت زرعوا بندورة قبل هلا ايه؟ معلقها بنعلق البندورة مشان ايه؟ فين تجي تتعلق هلا زرع بقدونس هلا ايه زرعت بقدونس خلصت البندورة زرعناها بقدونس والحمد لله عم تعطي اكثر من بوا احسن ايه من بوا طبعا ايه بيعطي احلى بيعطي انتاج احلى واسرع طيب هل نجي على المواد الكيماويه؟ هون ونظف اه وصلت انت انا بدي اقول لك ايه هون نحن بنوفر بنحمي البيت من برا ايه, ايه. منشان الحشرات ما تفوت لجوا ايه وتضرب الثمار لانه يعني برا مكشوفه ما بتقدر تحميها هم, هم, هم انت برا مضطر ترش الحيوانات هون مش مضطر اكثر يعني رشه خفيفه مش قد برا يعني بترش ثلاث مرات برا بترش مره جوا طيب هم. سؤال حضرتك قبل شوي قلت لي انه الارض صارت فقيره انت عم تساعدها بالمواد، هون مش كل الارض فقيره إيه هون كمان بحط لها سماد، هلا هون بستعمل سماد الدجاج او سماد البقر او سماد لانه طبيعي من الحيوان يعني من الحيوان، يعني إيه؟ هون لانه بيعطي حراره إيه؟ حراره بتتفاعل مع المواد العضويه اللي بتحطها بتعطي إيه؟ نتيجه، بتعطي ازوت عالي بتعطي نمو خضري مرتب، إيه؟ شيء كويس قصدك ب... يعني من الارض برا نشافه الجو والطقس إيه؟ والنشافه ما بيساعد ال... المواد الكيميائيه اسرع من المواد العضويه بالانتاج هلا حضرتك عم تحكي صراحه يعني انا مش مش كثير مبسوط ليه مش كثير مبسوط؟ انه صار انه انه الطبيعه صارت مؤذيه وصار الاختراع الانساني هو مفيد للخضار من وين بدك تجيب بعد هلا من وين بدك تجيب لبرا للانتاج اللي برا؟ طقس نظيف، جو نقي، هواء نظيف، مي ملوثه، من وين؟ لتسقيها لحتى تاخذ النتيجه هلا هون تقدر من ميات البيت من ميات بير ارتوازي مي تنظيف انت عم تراقبها هون انت ايه مي تنظيفة تسقيها بس برا شيء بتحافظ عليها مفتوحه مفتوحه لكل الم... بتتعرض معرضه لكل العوامل فصارت صابت النم اهم من برا يعني أح... اكثر احسن شوي مع انه في مع مقامل... و... المزارع والمزارع اكثر افضل كتجاره ايه طيب كتجاره افضل صراحه حتى بس تاكل بالبيت بتاكل بقدونس او اي شيء بيت نانو ولا يكون هلا اذا صار لي من برا لا بتاكلوا من برا بياكلوا من برا ليه؟ اذا من جوا جوعة... ايه طبعا اطيب على الطبيعه اطيب من هون إيه؟ ومش بس اطيب كمان يمكن في مواد البروتينات إيه والفيتامينات اكثر إيه اكيد أختار. لانه معرض للشمس لاشعه الشمس اكثر من, من من الخيمه طيب طب هلا اذا جين نتغدى عندك شو بتطعمينا بقدونس بيت نيلون بقدونس بابا؟ لا بنعمل تبوله وبنقلي بيتنجين وبطاطا كله منعمل يعني مخلوط من النيلون بيت نيلون على راسي يا حاج اهلا وسهلا والواضح من كلام الاخ ان الزراعه داخل بيت النيلون هذا البيت الصناعي هو افضل من الزراعه خارج هذا البيت الصناعي وواضح السبب ان هناك تلوث بيئي وتراجع في انتاج الارض لكن هذا كله سببه الانسان الانسان عندما تعامل مع الارض بعقل تجاري و... ومادي بحت هو ادى الى اختلال توازن الارض مع ان هناك ايه جدا جميله في القران الكريم تشير الى ان الله تعالى عندما جعل الارض جعلها ملائمه لنا تقول الايه الكريمه هو الذي جعل لكم الارض فراشا فراش من زين عبد الله عليه السلام يشرح فراش في فيقول اي أن الله تعالى جعلها ملائمة لطباعكم موافقة لأجسادكم لم يجعلها شديدة الحرارة فتحرقكم ولا شديدة البرودة فتجمدكم هذه هي الأرض هي الأرض في لنا لكن الإنسان أو بعض الإنسان عندما تعامل مع الأرض بشكل تجاري بحت أدى إلى اختلال هذا التوازن ولن ننتقل إلى السؤال التالي هل تفضلون استعمال مشتقات الحليب الصناعي أم الطبيعي الجواب بعد الفاصل حضرتك بتوثق بمشتقات الحليب الصناعية؟ مش بالكل يعني طبيعي ولا بتمرق صناعة طبيعي؟ مش كل يوم متوفر الطبيعي مش عايشين بالضيعة نحن لنطلع كل يوم عند بو حسين وأم حسين ونجيب سطل لبن وعلبة لبنة ونقطع بالبيت مش متوفر للأسف هلا أنا أكثر شيء لنفترض اللبن بنجيب هذا البلدي من الضيعة وكذا بنعمل لبنة أو الحليب كمان نفس الشيء حضرتك بتستعمل منتوجات مشتقات الحليب الصناعية؟ صناعية ابدا يعني شو في ابعد عنها ببعد عنها، انا على طول بجيب لبن بلدي وبقطع على ايدي لبنة هلا ما بيصح لك جبنة، بس إذا بيصح لنا بلدي بيكون أفضل ما بيصح لكم؟ صعب بنرجع لل يعني لأنه مضطرين لو في كنت أنا ما باخذ إلا طبيعي بس ما في يعني عند الإطباء بتستعمل الصناعي؟ إيه بس بلدي، أنه بيقول لي بلدي، أنا شو بعرفني؟ لا الواحد بده يجرب اثنين السلام عليكم أهلاً يعطيك العافية حاج أهلاً أهلاً كيف صحتك؟ كيف هيك؟ إن شاء الله بخير الحمد لله نحن دسدسنا عنك شوي بالضيعة إيه ضيعتكم كثير حلوة على فكرة إيه جداً جداً حلوة ورائعة بتستقبلونا عندكم؟ أهلاً وسهلاً مش عمي بيت عندكم أهلاً وسهلاً دسدسنا عنك شوي قالوا لنا الحاج أبو نبيل عنده عنزات حلوين صحيح؟ إيه ها قلنا العنزات أول سؤال ليه سمي أبو نبيل؟ ما أنا الشيخ نبيل أهلاً وسهلاً ما بتزبط هيك يا حاج يكون في نبيل واحد بلد نبيلين بتزبط بتزبط لا سامع تسلم حاجنا الكريم سؤال إنه هلا تتلاقي حدا مربي عنز عنزات قليل صحيح؟ ايه قليل ليش بدك مربيهم؟ قليل اه، بعدني مربيهم لأنه باكل حليب منون أه؟ مش للتجارة يعني؟ ايه مش تجاريا؟ لا لا مش للتجارة أوف للبيت بس؟ للبيت ما أه هو الفكرة تجارة، طيب ليش بتستفيد منهم بالبيت؟ بستفيد منهم جبن ولبن وحليب و... وبنعمل كشك منهم وملبنى ايه طب بس يا حج هلا يجي واحد يقول لك انه لشو كل هالعذاب؟ ما هو كلهم موجودين بالسوق. ما فيش عذاب، حط لهم قاعدين هون. ايه ايه وبطلعنا هون على البستان بطعمين ورق كرز، ورق مشمش، ورق ايه ايه, إيه؟ ما فيش عذاب ما فيش عذاب ابدا؟ لا لا عذاب ما في. طيب انت هلا تنزل على السوبر ماركت بتجيب لبني معزه جاهزه حتى ما انا ما باكل ما, ما بيأكل من السوبر ماركت. طيب ليش؟ لانه كلها حاطله نشي و مخشوش يعني؟ مغشوشة لكن يعني. اه, آه. وبتعرفوا نحط اكيد اللبن اللي بياخدوه على بيروت ببيعوه هيدا كله حاط له نشي وحاط له بيجيبوا له من هاد حليب بيحطوه للكلاب حاجنا شو معقولة؟ ايه والله شو حليب الكلاب؟ اه هذا الكيسان اللي بيجيبوها للكلاب ايه ايه بيحطوا له منه بيقولوا هذا لبن بقر ولبن معزه ولبن كذا يا لطيفك شو الازيفه هيدي؟ آه. ايه والله <applause> معقولة؟ ايه والله شو بعرفني هلا بدك نشرب لمون لا شو يفحصوا اللبن ايه اللي عم يعني يشتروه بالسوبر ماركت وهيدا يفحصوا طب حجنا بغض النظر عن عن هذا الموضوع ايه <applause> موضوع الكلاب بغض النظر قل لي قل لي ايه. انت متعلق شيء فيهم؟ انا متعلق متعلق بتربيتهم؟ متعلق لانه مستفيد منهم مستفيد منهم من ايه؟ اول ما خلقنا نحن على طارش من وقت ما خلقت؟ من وقت ما خلقت يعني عن اهلك؟ ايه عن أهلك ده كان عمك بس كنت صغير بس بلشت هيك اه انا ايه؟ عالم ماني متعلم منهم ابدا وقت ما ولدت مع الوقت وقت مع المعزي طب شطب شطب شو بتحس فيهم؟ شو 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 بتحس فيهم انه مثل ما ربيت بالبيت انا واهلي واخواتي بحسهم هيك جزء من جزء من حياتك سوا؟ أيوة. أيوة. هلا هي هي العنزه هي كحيوان في لها في لها مميزات عن غيرها؟ ايه الحيوان احسن من البني ادم على الاقل ما بيحصل لك ضروره منه ليش هيك زعلان ما ليه مسك الحال ليه مسك راسك من كل العالم؟ ما بيضره ما بيضره <applause> ها طب ما هي العنزه كعنزه هي كحيوان ايه؟ في... بقولوا كثير نظيف صحيح؟ هذا هذا انظف كيف المعزه انظف كيف بالحيوانات كلها ليه؟ طب كيف مثلا اعطينا مثلا لانه ما, ما بتاكل حي الله الزباله وكذا وهيدا مثل الغنم الغنم بياكل الغنم بياكل؟ ايه ايه بس هي لا ما بترعى الا روس العشب ابدا ابدا بضلها نظيفه بتضلها نظيفه بضل حليب احسن من غيره أه يعني حليبها انا شي... بس هيدي مش 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 غنمه هيدي؟ ايه هيدا خروف خروف؟ إيه؟ ليه حطوا بين العنزات؟ حطوا بدي اذبحه هيدي ها بجيبوا بتجيبوا إيه. للاكل ايه للأكل. العنز بس للحليب لا والعنز هو بدبحهم هو الجديات اه حياتك كم ولد عندك؟ عندي س... عشرة ولادك مع... متعلقين شيء مثلك انت ولا لا؟ لا بايعين القصه كلها؟ اولادي أه موظفين بالجيش وبالدرك و... اها كلهم توظيف ايه. مش متعلقين مثلك لا ما بتحبوا يتعلقوا هيك بالمعزى ايه هلا ما بقى يتعلقوا خلص ها؟ والله يا ريت انا فين مثلك يا حاجة هيك جيب لي شي عنستان هيك ببيها جيب على... جيب عنستان شو, شو شغله هين انت متعود عليهم بعطيك انا بيعك عنستان بتعطيني طيب عنستان؟ ايه خلص؟ ايه والله انت فرز هيك انت طيب حاج حضرتك بتحلبهم ما هيك؟ ايه انا في حدا بيساعدك بالحليبات بعدين؟ لا حتى حدا بتاخذهم وبتروبهم لا انت... لا انا بحلبهم وبعطيهم للحجة هي بتروبهم وبتغليهم هذا الحوار يدل على تعلق الانسان بالطبيعه، التعلق الشديد، هذا الحاج الطيب الذي يحب كل شيء طبيعي وينفر من كل شيء صناعي، وهذا ليس خطا، ان يتعلق الانسان بالطبيعه ببساطه الطبيعه، ان يبقى الانسان على فطرته السليمه يحب كل شيء طبيعي اليس هذا افضل كثيرا من حياتنا الصناعيه فتعلق الانسان بالطبيعه بفطر سليمه على هذه البساطه هو شيء جميل هو شيء رائع ها هو رسول الله صلى الله عليه واله يقول لعمته ما يمنعك يا عمه ان تتخذي في بيتك بركه فقالت يا رسول الله وما البركه فقال من لديه في المنزل شات تحلب او نعجه او بقره فبركات كلهن. تفضل. يا حاج. أهلاً السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. بعد اذنك ها؟ نقعد. كيف صحتك؟ والله الحمد لله. ان شاء الله بخير. كثر خير. هون شو حاجتنا هون؟ ها جبنه. جبنه. نعم. هاي جبنه. حلو، هلا الصراحه احنا كنا مع الحاج وكنا عم نحكي عن العنزات. أنا. ها انا كنت ماشي بهالضيعه الحلوه ضيعتكم كثير حلوه يا حاجة فشفت هالعنزات اللي, اللي عند الحاج فلفتوني أيوة. سالته انا شو فكرت اول شيء تجاره ها. قال لي لا بعدين للبيت او للبيت طب قلت له طب مين بيشتغل فيهم؟ قال لي الحجه قلت له بدي احكي مع الحجه عن الموضوع قد ايه الشغل حاجتنا موضوع الحليب وغليو الحاج بيحلبون وبيجيب لي اياهم وانا ببرو... بفورهم بجبنهم هون. بروبهم هل هو عفوا اول شيء بستخدم الحليبات شو بتعمل اول شيء؟ بفورهم بصفيهم وبفورهم ايه بعدين؟ بفورهم يا بدي شبنهم يا بدي روبهم ايه ايه وبعدين بنصير بنعمل لبنه بنعمل جبنه بنعمل اللي بدنا اياه لو الحاج قال لي انه كل انت كل انتاج الحليب هو للعيله بس؟ ايه بس للعيله مش للبيع؟ لا 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 اها اه ابدا ايه. ابدا أنا بكشك من هون ايه بعمل كمان كشك كمان ايه بعمل ايه. لبنه من هون الحمد لله كله من عندنا طيب حاجتنا هلا يمكن واحد حدا يسالك هيك وخاصه الاخوات هلا طبعا يا الجيل الجديد هلا على والله ايه دغري يجي يقولوا لك ليش التعب؟ ما الجبنه موجوده بالسوق واللاني موجوده بالسوق والكشك موجود بالسوق هيدا ليش عم تعزبي قلبي؟ هذا كله اصطناعي يعني انا ما باكله ما, ما, ما في شيء طبيعي ما في شيء مكتوب عليه طبيعي لا ما في شيء طبيعي صدق يعني في شيء طبيعي بس مثل ما مثل ما انت بتعمله بالبيت ما في مثل ما انت بتعمله لبيتك لعائلتك ما في ابدا ايه هيدا كله تجاره يعني قد ما يقولوا لك مثلا والله هيدي الجبنه وهي اللبنه هيدي بلديه 100% مية مية ما بتقتنعي؟ لا طب اذا اذا كنت عند شي حدا ايه؟ عند عند ناس وحطوا لك لبنه من المصنوعه يعني بتاكلي؟ لا ما بتاكلي الا بس شغل ايدك؟ حتى شغل ايدي انا باكله بس بس هذا هو ابدا ان شاء ما بي انا ما باكل هذا اللبن والجبن برات بيتي انا ما باكل طيب اولادك كمان عندك هيك؟ عندي صبايا عندك صبايا اولاد صبايا عندك بنات عندي صبايا عندي وحده مسافرة هي اولادها وعندي شي بجبال شي هان شي هان اخذوا عنك هيدي الهمه؟ ما ما بيعرفوا بناتها اذا ما انا وديت لهم ما بيعرفوا لا ها ليش؟ ما لانه ما بيعرفوا هلا تجوزوا عليك انت يعني انا ما بحب شغلهم انا لبناتي بس بحب طعميهم شي طبيعي اه بس بس كمان هن لو اخذوا منك هالشغله مش احسن؟ اكيد احسن بس ما في عندهم يعني وين بدهم يروحوا يجيبوا كل وحده عندها بيرات بدها تروح تقني آه العنزة اه, <تصفيق> 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 آه, <تصفيق> آه والحليب يعني ها آه 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 ما عندي ولا وحده هون بالضيعه يعني اه كله بالمدينه كله مدينه آه طب اذا اذا حدا بيجي بيقول لك مثلا والله يا حاجتنا انت عم تتعب عم تعذبي حالك على الفاضي تقول بالعكس ابدا ما في عذاب لا لا اكيد ما في عذاب، اولا ما في امراض ما في شيء ولا عندك ضغط لا عندك سكري لا عندك امراض ما في شيء يعني الحمد لله رب إيه العالمين صحة سليمة كثر خير الله وما بتوثقي بمنتجات الموجودين بالسوق لا اكيد لا لانه كله تجارة، هلا كثار عنا بي بيعملوا للتجارة، م. اللي بالتجارة شكله اللي ببيتك أنت شكل ثاني صحيح ايه أكيد أه طيب بدي منك بس كلمة آخر شيء تفضل هلا في كثير ناس عم يحضروكي، عم يشوفوكي اي وفي كثير يمكن هلا اخوات بهاللحظه يمكن يقولوا والله حاجة عم تعب حالها لا بالعكس شو بتقولي لهم؟ اللي بيشتغل بايده لقمته بيطلع كثير طيبه طيب يمكن اخت كمان مشغوله مثلا عندها شغل او عندها زيارات او عم بتطلع بتزن التليفونات اليوم هذا بيخرب البلاد شو التليفونات؟ ايه لا هاي انا ما بيعجبني بتحسي في ضياع وقت كثير؟ إيه مش بتضيع الوقت يعني بس هذا مرض بعد شو؟ هيدا جرثومه اسرائيليه لا كيف بيه كيف؟ كي ابدا هاي جرثومه اسرائيليه هاي كل النهار اللي بيلعب على الواتساب هذا كله اسرائيلي بتحسي انه يعني بتحسي انه عم بضيع وقت مع الفاضي ما عم بيستثمروا بوقت نافع يعني؟ ايه اكيد اكيد كل النهار وقت اللي وحده بتترك بيتها وكل النهار تليفونات يلا 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 يلا, يلا بدها تحكي مع اختها بدها تحكي مع امها بدها تحكي هاي كله هذا شيء فاضي بتستسلموا بشيء مفيد افضل؟ ايه اكيد اكيد أه. يلا الله يعطيك العافيه حجة الله يديمك وطول بعمرك بس كان الله عليك انت هي غنشتي اولادك الصبايا وطلعوا ما بيعملوا لا جبنه ولا, ولا لبنه <التصفيق> يا اخي كل ما أنا شو بدي اعمل لهم هلا نجيب لهم عنزه وغنمه ما بقدر الله يعطيك العافيه حجة الله يخليك يا رب ويطول بعمركم أشكرك كل التحيه والتقدير من قلبنا لهذه المراه التي وجدت لنفسها عملا في البيت فهي تقوم بانتاج مشتقات الحليب الطبيعيه مع أن هذه المشتقات موجودة في الأسواق وبوفرة لكن هذه الحاجة الطيبة لا تحب الكسل هي هي تعشق العمل تحب العمل تحب كل الأخوات اللواتي يعملن وهي أشارت في كلامها عن الواتس أب وهي وصفت الواتس أب بالجرثومة الإسرائيلية بغض النظر عن دقة التعبير وعن المراد ولكن هي تريد من ذلك بأن الواتس أب يهدر الوقت كثيرا وللإنصاف أن مواقع التواصل الاجتماعي يأخذ من وقتنا الكثير وكثير من الأخوة والأخوات يهدر الأوقات على هذه المواقع التواصل الاجتماعية لأمور ليست مهمة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث يحاسب عليها المرء منها الوقت عما أنفقه السلام عليكم عليكم وعليكم السلام حبيبي كيفك؟ الحمد لله كيف الصحة؟ إن شاء الله بخير تمام الله يعطيك العافية الله يعافيك خي محمد نحن صراحة سألنا بيك عن حدا من أولاده عم يشتغل قلنا في حمودة فجينا لعندك قص صحيح؟ صحيح إيه. أنت شو عم تعمل هلا؟ عم نقل مش مشي. هي مش, هلق... مش هي ليش؟ إيه أه. هلا خلص موسمة والله برافو إيه هلا خلص موسمة شو عم تعمل؟ كلها؟ عم نقص ليه؟ خلص موسمة هلا نقيها للموسم الجاي عاد تحمل أكتر هاي هل الكب هلا خلاص؟ ايه خلص صارت لين هاي إيه ما بتحمل السنة الجاي. ايه ايه بنقيها للموسم الجاي. طيب افترض ما قصيتها شو بصير؟ ما بتحمل. يو ما بتحمل وبتفرخ يعني بتاخذ غذاء ال ال العند اللي بده يحمل. اها بتقص هول ما بينفعوا خلاص مش يطلعوا شيء جديد. بالضبط، عادي يحمل الغير. حلو. طيب خي محمد انت مبسوط بالشغل؟ الحمد لله. والله برافو، انا شايف شبع بيشتغل بالزيارة، انا عادة صراحة بس احكي زراعه فلاحه ذهني واحد كبير العمر ما فيش انا مستخسر ليش مش عارف بنكبهم هيك عادي خلص طيب ما له عادي <تصفيق> <تصفيق> طيب الشاب آه عم يشتغل بالزراعه هلا شغله حلوه هي اه منيحه حلو طب دراسه انت اي سنه واصل بالدراسه لا بكالوريا سنتين ايه اه اخذت ماشي حالك ايه. لا وقف ليه طلع الزراف ما بتسمع ايه ايه يعني مش تنزل على المدينه ولا هيك نهائيه شو عملت؟ فتنا بمجال الزراعة يعني أنت عم تشتغل بالزراعة مش حباً بالأرض؟ حباً بالأرض و... ومن قلت الشغل بلبنان <applause> <applause> اه هيك يعني؟ ايه. اه ان طلع لك شغل تاني بتروح أكيد بس شغلة بلد. حلوة الزراعة شو حلو فيها؟ قلي شو حلو فيها؟ كل شيء بخضار و ايه فلاحة حلوة بس الشباب بيحبوا يعرفوا هيك شغلات، يعني واحد ختيار بتقول له خضار بقول لك ايه بيجي فوق عن نفسي بس واحد مثلك ما شاء الله بكون كله نار يعني حامي ما شاء الله اول حياته فبتقعدي تحت شجره ما حينبسط لا حلو فانت غير شكرا عن الشباب ليه؟ هلا كل شاب عقليته وشكل انا بحبها هاي الشغل ايه ام بس بالنهايه انت بتحبها بس لانه ما في شغل يعني أه في شغل ثاني دغري بتروح اكيد ما بت... بس ما بنساها يعني لانه حلوه تعلقت فيها؟ ايه طب هم منين بتعلمهم هو بيك علمك اياهم؟ اكيد بيك عنك كل شيء ابدا اخواتك مثلك ولا انت لحالك؟ لا بس انا بس انت لحالك؟ ايه. اصدقائك بالضيعه؟ وفاي في هيك ايه عدد منيح؟ ايه. بالزراعه؟ ايه. بتحس هالشيء منيح هيدي للشاب؟ انت هلا اخي الشباب عم بيشوفوك هلا بس يمكن واحد يقول لك انه انت شاب بعدك باول عمرك يعني الحياه مفتوحه قدامك، واحد بيتمنى يكون مهندس، بيتمنى يكون حكيم، بيتمنى يكون الشيخ مثلي مثلا هيك بيفتي للناس، شغله حلوه اكيد طب هلأ. انت ليش ما كان عندك الطموح كله؟ الطموح كان عندي طموح اني يعني إن بصير مثلا مهندس او إيه. أني بحب هاي الشغله إيه. اول شيء الظروف ما سمحت وبعدين إيه. اني وصغير يعني انزل مع أبي على الزراعه إيه. من ست سبع سنين تقريبا تعلقت بهي الشغله تعلقت إيه. بهي 23 والله يعني انت وصغير من يعني 16 سنه كنت تنزل على, إيه. على الارض وقابل كمان هلا بيني وبينك كان غصب عنك ولا انت لا اكيد طيب هلا اول مره غصب عنك تقريبا ايه. اول مرة، ثاني مرة، ثالث <applause> مرة لحتى <عوّرت>. تعوض <applause> انت الكبير عنده بالعيلة ما هيك؟ ايه. ايه هلا صارت خلص في حب بينك وبينه؟ ايه هلا كل ايه. يوم مثلا الصبح بدي فايق عندي شغلة بدي أعمل خلص إجي نقي مش بتنزل إنه أوف ما لي خلق لا بتنزل بمهنة. لا لا برغبة بنزل على حلو البستان طيب بدي أسألك عن إحساسك أنت وعم تقص هيدي اللي عم تظبطها إحساس صل وحدة اذنك صل وحدة وقل لي عن إحساسك يا هلا انت انبسطت؟ اكيد انا عم جمع لك يوم مش عم اخر شيء ايه شو حسيت يعني؟ حسيت انه هاي خلص خلص ترما يا بتكون منزوعه يا شيء هلا آه. انا احساسي انه بنطر الفرخ الجديد بده يطلع يعني هيدي تعلقك بالزراعه هي من هون بينطلق يعني؟ من هون هلا بنقص هاي ايه وهاي بتحس حالك انه كانه انت هلا عم عم تهيئ لموسم ثاني؟ من هيئ لموسم ثاني منه الموسم بيكون احسن ايه احسن ايه وحبه كبيره و ايه طيب ليك هلا الظروف هلا طبعا هلا الظروف على الكل قد تمر بالنهايه نحن الدنيا بلاء بالنهايه طيب بس اذا سنحت الظروف لك انك تتابع درسك او تجيك شغله برا هيك بتترك بتفل هلا شغلة برا لا بس إذا سمحت إنه يكفي علمي إيه. أكيد بفوت هندسة زراعية تخصص شيء بالزراعة؟ ايه؟ طب افترض إجا الشغل مش بالزراعة بس في مصاري ما تقل لي هلا ما بترك لا اكيد بترك <applause> <applause> بغيت نزلت؟ بتترك ها؟ طب ليك سؤال لانه لقدام هاي منا منا شغل انا شغل كتجاره يعني كتجاره فهمت عليك وكمستقبل آه. ايه آه. آه. ليك عم نسال هلا احد الرجال الكبار بالسن قلنا له انت بتترك الارض بتبيع الارض آه انا مستحيل بيع الارض الارض مثل العوض مستحيل ابدا هو عم بيقول هيك انتوا الجيل الجاي بتفكروا هيك جيل الجديد بتفكروا هيك؟ لا ما بفكر اكيد لانه هو معلق فيها يعني من زمنهم غير زمننا هلا نحن ايه؟ كان زمنهم ارض فلاحه زراعه ايه؟ هلا اذا بدك تجي لا اكيد ما راح يتركها هاي ايه بس هلا نحن غير هلا هاي الفلاحه والزراعه ما بقى الحال ما اجمل هذا المنظر شاب في مقتبل العمر يعمل في الارض يقوم بتجذيب الشجرة هذا العمل قد لا يعجب بعض الشباب الذين يحبون حياة المدن والتطور لكن هذا الشاب هنيئا له لأن زراعة الأرض وفلاحة الأرض هي من أهم الأعمال وأشرف المهن ها هو رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة أي حبة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها لماذا؟ لأهمية عمارة الأرض بالزراعه والفلاحه فهنيئا لهذا الشاب ولن ننتقل الى السؤال التالي هل تحبون زراعه الورود في بيوتكم ام لا الجواب بعد الفاصل حضرتكم زارعين ورد بالبيت؟ ايه في شوية أزهار يعني هيك شيء خفيف الورد حياة طيب شو بيعني لك وجود الورد بالبيت؟ هو أول شيء الجمال عطية ربنا والورد له أكثر من مدلول غير إنه عطية في الريحة الطيبة الزكية وفي فوائد طبية بشكل أو بآخر شو بيعني لك وجود الورد بالبيت؟ بتحس حالك أه برياحة نفسيه كتير ممتازه. من شو يعني انه من... من الورد من منظر الورد من تطليعه بالورد. طيب البيت اللي ما فيه ورد شو رايك فيه؟ يعني فقير يتيم. عندكم بالبيت في شي ورد؟ آه من محبين ومشجعين على زراعه الورد. حضرتك مشكله يعني. عندي عيال ما بيخلوني لانه طفيله صغار بيكسروا ما بحب تنكسر الورده. زارعة ورد ياسمين كل شيء زارعة بالطيب طيب ليه بتزرع ورد بالبيت؟ شو بيعملوا لك بالبيت هن؟ بحس حالي برتاح نفسيتي بترتاح انه انا هيك بحس بطلع بلاقي شيء خضار شيء بيريح لي نفسيتي طيب البيت اللي ما فيه ورد شو بتقولي عنه؟ اكيد مش حلو برا بيقعد الواحد برا بالجنينة قدام الباب الورد حلو بيريح النفسيه كل شيء حلو السلام عليكم اهلين وعليكم السلام الله يعطيك العافيه الله يعافيك صراحه انا وماشي هيك بالطريق عندكم اول شيء دعيتكم كثير حلوه ضيعتكم جدا جدا حلوه هلا هلا شيء شفتك عم عم, عم... عم تسقي ورود آه... وهو كلهم انت عملتيهم انت زرعتيهم؟ ايه انا عملتهم كلهم؟ كلهم ما شاء الله حدا ما... بيساعدني الله يعطيك العافيه حلو تيني خليني اسال أه. عنك انا الوالدات رايحك اليوم إيه. إيه. يلا بس خبرينا شو سر كل هالنشاط؟ ليه؟ شو بتتعلق بالورده؟ بتحب الزراعه؟ شو القصه؟ ايه بحب الورد انا <سؤال> ليه؟ يعني الدار اللي ما فيها وردي بس صح هيك؟ هيك؟ إيه, إيه, إيه. ايه يعني الدار اللي ما فيها وردي انا بقول انه ما فيها مرة كيف؟ الدار اللي ما فيها ورد يعني معناته ما فيها مرة بالدار. يا لطيف ليه؟ اه بحب الورد انا بس عندي... لطشة قوية هيدي؟ <سؤال> ايه اكيد انه طب بس سؤال قد ايه بياخذ معك وقت موضوع الورد هلا هو كله زرعتهم حضرتك ما هيك ايه كله زرعتهم إيه. هلا بياخذوا معي وقت بس قديم؟ أزرعهم بس بعدين لا خلص تير بس ايه هون عادي يعني في... يعني هلا و... اللي عم تسمعك مثلا ها إيه. اللي عم تسمعك واللي حابة تزرع ورد إيه. ايه, بياخد بياخذ معك كثير وقت زرع الورد ما بياخذ معه لا لا وهلا بهيدا الايام نحن في عم يجيبوه خالص يعني البدا بدها بس انه إيه. أه. بتربيهم. وبتربيهم مش مثل أنا لا أنا بقرف وبزرع بزرعهم شاتل انا انت بتزرعيهم؟ ايه يعني حلو. مثلا هيدي بقرف من عرفه وبجيب فاز يعني نحن فينا نقول موضوع انه الماء ما بتزرع ورد الاخت ما ورد بتكون بس هيك قله قله ت... مرق تمروه. بس اللي... بس هيك ايه بكون عندهم نلت مروي او هن مرقن هيك ما بدهم يا لطيف هالأخوات اللي, اللي عم يسمعوك أه. يا حجي يسمعوا <applause> مثلا عاد هلا اشرب فنجان قهوه مثلا على المرجه حد الورد لا لا شيء حلو بترتاح <applause> نفسيتك انا, نفسي أنا, يعني. أنا لفتني المشهد أه. كتير حلو مش بس هيك يعني انا بس بتخيل شغله انه لو كل اخت مثلا ببيتها هلا انت ما شاء الله مكترتيهم لو كنت بعد جوا لو ما شاء الله بتزرع بس اثنين ثلاثة تخيلي كيف بتحول لبيوت ايه لو بس كلمتك بشوي قاسية بس بدك مروة يعني ايه بس مثل. كلمتك بشوي قاسية لا ما انا قاسية ان الـ الـ البيت ما في وردة ما في مرة ما ايه ما في مرة المرة شو يعني شو بدها شو وظيفتها بالبيت فيك تقولي لك مثلا عندنا اولاد وعندنا شغل عندي اولاد والولود بدهم ورب الوردة مثل ما مثل ما عم ربي أولاد عادي اكتب طيب الأصل. هل بتتعلق بالورده؟ كتير, بالورد. كتير 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 يعني انا بتعلق بالورده كتير يعني عم نول سقعه صرت ابكي عيده. لا. على وشوق. لا لقيتهم <applause> سقعانين سقلبوا علي وشو لهالدرجه؟ إيه قمت الصبح لقيت مشتيه تلج وكلهم سقعان قعدت إيه. صرت ابكي على يعني دبلوا يعني؟ ايه يبسوا رجعت جددتهم هذا كله السنه زرعته طيب شو ليه شو حسيت انه شيء جزء مني كان؟ ايه اكيده انا عم بتعب فيهم وبحبهم زين الدار فيهم انه خلاص طلعت فيهم ايه وردة عم تربيها تربي ولد مثلا هلأ معقول ما تسيها اه. بتدبل تعصيها بصير بتجنن طب معقول يجي يوم مثلا تقولي انا ما بقى اللي خلق خلص بدي كبهم؟ لا كل شيء اني وهيك دخيل اسم ربنا انه فيني اشتغل وروح واجي و... طالما الله يعطيك الصحة ايه بضلك تزرعي اه بس خاتير ما عاد فيني اقوم هيدي كبه والله نيالو يا ابو تجي هالكناين بدها تزبط <applause> تزبط ما بتزبط اه شو بدي اعمل؟ اها وقتي اللي بتنقهر على الوردة وكانه جزء منك وكانه على الورده مثل ما بربي الولد انا يعني بربي واذا حدا بده قرا بنقهر عليه طب هو انت مختلفتيهم هول؟ ايه هو كله هي شو مثلا شو اسمها هاي؟ هاي نحن بنقول غريب ورد. غريب؟ ايه ليه هيك اسمها, اسمها غريب ها؟ اسمها غريب اها ريحه ولا ايه. هيك شو خصوصياتها؟ شو شخصو مميزاتها؟ كثير حلوه ريحتها ومنظرها حلو اها اه. هلا بعد في منها شيء بيفتح غير هيدا اللون بس ماني بعد مش مفتح مش ايه. ايه. طب هي شو؟ هيدي نحن بنقول جميله جميله؟ ايه ورده جميله. يعني وهي جميله؟ هي جميله. حلو، وهي شو مثلا؟ هيدي كالونيا، مثل هيديك اللي قلت لك عنها هونيك. كولونيا؟ ايه كولونيا. ريحه ايه. يعني؟ ايه هي ها بس بالصيفيه تزهر. ايه يعني انت وفات من الدار بتصير تشم ريحه الدار كلها متعدينا كتير عربية كالوني. يعني؟ بتجنن، كتير حلو. الله اكتر شي بتعطي ريحه الصبح وعشي على الندويه. لحالها بتفح لحالها؟ ايه لحالها بتفح، بتكون قاعد بالدار بترش كلون سبحان الله. ايه اسمها كالونيا. هاي سجاد. سجاد؟ ايه. سجاد؟ ايه هاي نحن بنعملها ش... سجاد هاي بس لونها حلو إيه بنفسجي لون. إيه؟ بس ما لها ريحه لا هاي بتفتح كثير تفتيح حلو هلا موسمها ما تفتح هلا أه. فتحت ايه بس بتفتح ومش هاي هيدي كمان هاي. بتفتح هاي نحن بنقول لها شكريه شكريه؟ ايوه طيب هو الاسامي كيف حفظتيهم؟ حافظتهم هاي بالله مرداكوش مثلا اه لحظه هاي بعرفها بحطوها بحطهم على الكبه ما هيك؟ إيه. ما أنا ب... هاي ما بس هيك الكبه لو عارفين عملت لك كبه هاي شو؟ هاي فلة فلة؟ ايه بس ما في فلي لا مردكوشة هاي عفوا مردكوشة وفي منا بفتح ابيض كمان ايه في منا بفتح اصفر يعني كل الالوان فيك تجيب منها بس انا هيدي طب لحظة عندي هاي بتفتح اصفر بس بعد مش مفتح طب لحظة حضرتك هولي انت انت م... ما اشتريتيهم ما هيك؟ لا لا مش مش طب ليه من الطبيعة يعني؟ آه مثلا بروح نجارتنا عند جارتنا عندها ورد, ورد بقرف بجد حلو إيه. مثلا زرعت لا آه لحظة لحظة، يعني هلا إذا جارتك لعندك هلا إيه. وقفت كم وردة بتقبلي معها؟ ما بتقبلي معه مثل ما بتعطيني جارتي لأنه عندها ورد إيه, إيه بعطيه اها بتعطيك إيه. بتعطيها إيه. إنه أنا ما فيني اروح <applause> اشتري هلا إنه بالزراعة بتلاقي كل شيء إيه بس أنا ماني قادر أروح اشتري مثلا أختي عندها ورد بروح لعندها بجيب طيب بعدك من... بتجري... بت... بتكتروا بتحاولوا تكتريهم؟ إيه بحاول كترهم هلا عم بشتري فازات عم غير البراميل عم حطهم بفازات ليه؟ آه أجمل اه بس نوع موضوع جمال بس ايه ما خاصه أي شيء ادويه لا, لا 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 هلا ف... هن عاده العالم بتحط ادويه آه بس لا. انا ما بحط لهم بس تراب وسواد بس بس عادي آه ومي وبتسقيهم كل يوم مي لا كمية ولا شيء ابدا ابدا وبتحول بيت لجنه ايه اكيد حلو اكيد طب طب بتحاولي تعطي هذا الشيء ل لكنينك مثلا لمرتي إيه واولادك اكيد إيه اكيد بتحاولي تعطيهم هالشيء بتحسي الجيل الجديد اللي طالع عم يتعلم هالشغلات إيه هلا في منهم بيتعلم في منهم ما بيتعلم في منهم مش ما بيتعلم هو ما بده يتعلم إيه خلص في منهم خلص ما بيشتغل انه بيته ما بيشتغل مثلا بده يجي يشتغل بالورده يشتغل بالورده و... و... وهيك إيه بس هي عجبتني حاجتنا هيدي انه البيت اللي ما فيه ورده ما في ماء البيت الذي ليس فيه ورد لا يوجد فيه امراه، تعبير جدا جميل ومؤثر لقد اثر فيه كثيرا. هذه المراه المحترمه الحنونه تريد ان تخبرنا بان زراعه الورد لا يحتاج الى وقت كثير ولا يحتاج الى جهد بل كل ما تحتاجه زراعه الورد من المراه او ربه المنزل او الزوجه زراعه الورد تحتاج منها الصبر قليلا. تحتاج منها حب الجمال، حب ان تدخل الى البيت الفرح والامل، لان الورد في البيت بالوانها وروائحها واشكالها الجميله لا شك تعطي للبيت فسحه وامل ولسكان البيت روحا جديده. وهل لدينا شك باننا لن نحصل على اجر على هذه الزراعه؟ طالما اننا ندخل السرور على قلوب سكان البيت سوف نحصل على اجر عند الله تعالى ان شاء الله تعالى، ويكفي انك لو تاملت بالورود تتذكر الله تبارك الذي بيده ملك السموات والارض وما بينهما. <applause> <applause> كثير حلوه طيب حسن كريم في شيء لفتني انا وماشي قبل شوي هي مروحه. هاي هي فوق بيتك، قبل شو دليتنا على بيتنا صح؟, صح. صح. مروحه شو عم تستفيد منها هي؟ بس للطاقه، الكهرباء. ايه بياخذ ب... منها كهرباء. طيب بس حلوه على فكره يعني انا بح... هي شيء تكنولوجي بس ما بيضرب الطبيعة إيه الحمد لله رب العالمين إيه الحمد إيه لله إيه <applause> هي شغلة أنا بدي عنا كم شغلة في مجال إيه بنفوت على فوق لعنا إيه بعد إذنك إيه حاجة كريم أنا الصراحة هي لفتة أنا لفتتني موضوع المروحة هل يمكن هي شيء طبيعي ما بعرف بس انا الصراحه شوي هيك انه يمكن مش متعودين عليها، هل ما راح بس ليش عم تبرم؟ لأ ما في هوا هلا هلا حظنا نحن بطل في هوا؟ ايه خفيف الهوا بدا هوا اقوى من هيك شوي هلا انا جيت لعندكم اليوم قلت انا في هوا عواصف علي شو بدي منك؟ بدها هوا قوي هي ايه بدها هوا اقوى من هيك شوي، يعني بعد بسرعه 30 كيلو 35 كيلو بيمشيها طيب هل هي عن جد بتف لا حضرتك موجهها هيك؟ هي بتوجه لحالها هيك بيجي الهوا بتبرم لعنده لحالها اه لحالها ايه بس بتركبها ايه في هذا الدنب اللي هذيك ايه اللي ورا إيه. ايه كيف بيجي الهواء جنوبي غربي إيه. شرقي غربي شمال جنوبي كيف ما بدها بيبرمها الدنب وبيوجهها بوجه الهواء اذا في هواء بتبرم لحالها هلا لاحظنا الجنوبي والشمالي والشرقي في نسبة هواء بس خفيفه ما بتدورها طب هيدي بنحكي بصراحه بتفيد؟ ايه طبعا بتحل يعني بتعطي بتحل جزء هي شو, جرق شو جرق هي شو بتعبي بطارياتي شو بتعمل هي بالضبط؟ بتعبي بطاريات 12 إيه. إيه. فولت 24 فولت بتعبي ايه. تعبي بطاريتين 24 فولت بس بطاريتين ايه بطاريتين ايه. بيغنوك عن بي بفتره اللي بتنقطع فيها الكهرباء ايه كمان اذا في هواء بتضل شغاله بتضل البطارية بتضل تعبي بتضل البطاريات يا يعبوا بطاريات قدام قديش بيضلوا معك عاده؟ يعني بيضوا ست ساعات مع تلفزيون حلو ايه اكثر من هيك واذا ضلت اذا ضل في هواء بيضل في كهرباء بيضل في كهرباء ايه, ايه شيء حلو ايه طبعا منيح طب حضرتك كيف تحط ايش يعني كيف هيك؟ الحاجه ام الاختراع بدك بديل عن في مولد في يو بي اس وكهرباء عم تجي كتير أيه؟ عم تتفق فانت فكرت فيها يد... فكرنا بطريقه هلا كمان في البايونيت شا... الطاقه الشمسيه كمان الطاقه الشمسيه أيه أيه؟ بس مكلفين اك بيكلفوا اكثر من هاي عم تفكر تجيبهم كمان؟ ايه ان شاء الله ان شاء الله بدي اعمل كمان أه اكتفاء ذاتي بالكهرباء معقول؟ ان شاء الله بس بقولوا بدنا بنقص ما كثير ايه بدك يعني لا تكفي بيتك يعني بال 2000 دولار 2000 3000 دولار مع مروحه وبايونات على الطاقه الشمسيه إيه. بصير عندك 24 هل في حدا غيرك يكون عنده اياهم؟ لا تقريبا هلا في هذا البيت عمل على الطاقه الشمسيه ها هذا اللي قدامنا هون ايه ايه صحيح ايه بركب ايه على الطاقة الشمسية. ايه 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 هلا بنشوف اين الاحلى هو بيعمل بي يركب مراوح انا بركب طاقه شمسية في تنافس لا ما في تنافس إيه. في تناغم لا بس شيء حلو ايه لنشوف إيه. شو بدنا ن... إيه انه انت عم تستفيد من الطبيعه ايه طبعا مع انه حظنا نحن هلا وقف الهواء طبعا ان شاء الله هلا إيه. ايه بس كمان انت تستعمل يعني على فكره نحن هلا مش عم نحكي عن عن امور مثل مواد كيميائيه مثل إيه طبعا, طبعاً هيدي كلها ضويت بالطبيعه بس هي هي فادت إيه نحن عندنا كمان لبنان في مصدر طاقه كثير قوي كان من ملتش من ناحيه الشمس او كان من ناحيه الهواء في هواء وفي هيك في هواء وفي شمس بتستثمر طيب إيه؟ وبتنصح فيها الناس؟ ايه طبعا ايه طبعا اذا ضلت الدوله عندنا هيك ما في كهرباء تعمل تعمل مراوح ويعملوا طاقه شمسيه بتنصحهم هيك؟ ايه طبعا يرتاحوا بس بتكلف شوي مو كثير يعني ما الكلفه ما الكلفه بس بيرتاح بترتاح يا اخي ترتاح بتستغني عن مولد بتستغني عن 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 طب تنتزع لا 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 هاي خلص لا شو في ايه السيستم تبع الهرمونات او سيستمها تبعها يعني كل 10 سنين لتغير لها اللورمان اللي بي اللي بيعمل دوران اه يعني اه مش معقد هي لا 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 بس دينامو عباره عن دينامو مو بت, بت بتعطي 12 فولت والله حلوه فكره حلوه انا هو على التلفزيون بكف عليك إيه. يعني يمكن عنا شايفينه انا مش شايف بعد اول ما بشوف واحد مكان إيه لا كثير ولفتتني انا عاده عاده بالمدينه بيلتفتوا إيه. بس انه كل ماشي بضاعة وشوفه موجوده إيه لا انا ما حدا عاملها غيري والله حسنت <applause> والله احسنت يا حاج والله حلو الا إيه على ما اجي ثاني مره ان شاء الله لقيت طاقه شمسيه ولقيت كلهم هيك محاطين ان شاء الله يا رب ايه طبعا لازم الناس هيك تشتغل لازم بصراحه مو مزح في عندنا في عنا طاقة هون وبال... طيب شو بتحس ح... بتحس حالك هذا بده ذكاء بده لا لا لا, لا شو ما في شيء طيب ليه العالم عم تطنش؟ ما, ما بعرف ما بعرف ها؟ تعودت تعودت اللي بيتعود إيه تعود. على الفوضى بده إيه فوضى طبعا فوضى ايه اكيد خلص ابدا أبقى يفكر شيء غير. لازم الانسان يتطور لازم يحسن يتطور لا يفتش أه. على بدائل يفتش على بدائل مزبوط هلا هلا هي شغلة صغيرة بس هي فكرة حلوة أنا يعني أنا ماشي قبل شوي قلت لك طلعت هيك مروحة لا لا عم حكيك جد أنا هلا 5 اه. خمس ست بايونات لك من قديش هذيك كم واحد هذيك 12 لوح 12 لوح حاطط 12 لوح اه. ومروحة مثل هاي اه. ويو بي اس بالبيت إيه. الكهرباء اللي عم تعطيها الدولة اه. والمروحة والطاقة والبايونات تبع الشمسية خلص ما بقى بدك كهرباء أبداً عندك 24 24 لا بس في شغلة ثالثة بعد كمان ها شيء هي؟ نحن ما نجي، بس نجي نحن بلا فراوى. وسهلا هكذا يستفيد الانسان من عقله دون ان يؤذي الطبيعه، فهذا الاختراع هو صديق البيئه وهو نافع جدا لحياه الانسان. الى هنا نكون قد انهينا هذه الحلقه الممتعه في هذه القريه الجميله، وقد تعلمنا من اهلها حب الارض والتعلق بالارض وان الارض هي من اجل نعم الله تعالى ونحن الان ننتظر مشاركاتكم واقتراحاتكم على صفحه البرنامج على الفيسبوك فقه الناس الى موضوع اخر وحلقه مقبله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.